أول ما إجا عنا كمال كان عنده نقص في المخزون اللغوي، ما بعرف الأشياء يعني بشكل عام. نعمل له على خطة على زيادة كفاءة لغوية وزيادة مخزون لغوي، نشغل عليه على تعديل مخارج الحروف لأنه كان عنده مشكلة في بعض مخارج الحروف. في هذا المركز الصحي وفي فلسطين تحديداً تكتب هيئة الأعمال الخيرية قصة عطاء جديدة مع هذا اليتيم الذي بدأ يستعيد النطق من جديد بعد أن كفله أحد المحسنين لينهي مأساة عنوانها الفقد. ما أصعب الفقد وما أقسى فراق الوالدين، فكم من دمعة تنهمر ولا تجد من يكفكفها، وكم من يتيم يفتك به المرض ويصارع الحياة وحيدا. كونوا عونا لهم بعد الله، وساهموا معنا في الرعاية الصحية لأجساد أرقها الألم.